الرسائل على بركة الله. حفلنا الكريم ينطلق هذا الشوط وتنطلق من خلال هذه القاعدين في الانطلاقات المميزة والجميلة. البداية والمركز الأول على صدارة هذا الشوط. هناك فياض من يحتل مقدمة الشوط، فياض لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري. في مقدمة الشوط فياض مشاهدينا الأعزاء لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري، بينما المركز الثاني هناك من خلال المحاولات والانطلاقة والتواجد ياتي بن شليويح ليقدم لنا الشارد صالح بن حمد بن شليويح العامري في هذا الموقع وهذا المكان. أما المركز الثالث فيصل ملبي مسلم بن كميد بالذويب العامري في ثالث المراكز، ومعاند على رابع المراكز حمدان بن محمد بن سويلم الدرعي على هذا الموقع وهذا المكان. أما المركز الخامس هذا يصل عناد وتعود ملكيته لمايد بن أحمد بن مايد الخيالي في المركز الخامس ليقدم لنا عناد، بينما المركز السادس مشاهدين الأعزاء ويأتي مشغل لعيلان بن عبد الله بن محمد المهيري على المركز السادس، بينما غازي في المركز السابع لذياب بن غانب بن حمودة الظاهري، والمركز الثامن يصل الطبيب علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر. أما المركز التاسع في هذه الانطلاقة يصل جمران سعيد بن محمد بن عبيد الاجتبي، والمركز العاشر شاهين سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي. هذه النتيجة أيها المشاهدين الأعزاء والمتابعين الكرام في انطلاقاتنا لمستوى هذا الشوط، لمستوى رائع في انطلاقات سباق الصباح، ولكن أشواط الإنتاج والمنتجين دائما لها ذوق ونكهة خاصة عند المشاركين والمتابعين، حيث تسير أسماؤها ومشاركاتها ضمن أشواط الإنتاج ومنافسات العزب المميزة التي تنتج دائما لنا المزيد من هذه النوعيات الفاخرة في ميادين السباق. نعود إلى عناد والمركز الأول معاند. المركز الأول لا يزال عناد لمايد بن أحمد بن مايد الخيالي يقود سرب الجعادين المحليات الأصايل إلى البداية وإلى التنافس المميز، بينما المركز الثاني هناك ملبي لمسلم بن كميد بن الذويب العامري اللي يتواجد على المركز الثاني ليقدم لنا ملبي، بينما بن قشمان يقدم لنا فياض محمد بن سويد بن قشمان المنصوري لا زال على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط في هذا التحدي. المركز الرابع صالح بن حمد بن شليويح العامري. المركز الرابع مشاهدي الأعزاء بن شليويح العامري. المركز الخامس نشوف التسلل من قبل معاند. يلا يا معاند، حمدان بن محمد بن سويلم الدرعي يبغي التحية والسلام أكيد لأهالي نعمة في العين. المركز السادس وصل عيلان بن عبد الله بن محمد المهيري ويقدم لنا مشغل في المركز السادس. هذه النتيجة للست المراكز الأولى، لكن عودة إلى البداية وعودة إلى تحدي هذه اللحظات. البداية والمركز الأول عوده إلى عناد لا زال في رأسه العناد، في رأسه تحدي وعناد. هنا مايد بن أحمد بن مايد الخيالي على مقدمة الشوط على مسار المنافسة الأولى. المركز الثاني بن سويد، يا سلام محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. يلا نشوف هذا الفيض، هذا فياض قادم ليفيض بالمشاعر، يفيض بالتحدي، يفيض بالمنافسة.
منافسات العناد اللي فيه. أما المركز الثالث، المركز الثالث نشوف التحدي الآخر، التحدي من ملبي مسلم بن كميد بالذويب العامري، هناك يتسلل إلى المركز الثالث، المركز الرابع، هذا اللي وصل، هذا اللي وصل، معاند معاند بدأ يعاند، اتحرك معاند، حمدان بن محمد بن سويلم الدرعي الدرعي وصل للمركز الثالث. مشاهدين الأعزاء والمنافسات قوية، عيلان بن عبد الله بن محمد المهيري يقدم لنا مشغل، يقدم لنا مشغل. هذه النتيجة 5-5، 5-5 في شوط حماسي، في شوط يحتاج إلى قوة في النهاية، في النهاية، في النهاية دخلنا في أجواء الكيلو الأخير، كيلو منافسات التحدي. ما شاء الله ما شاء الله، البداية ملبي لازال مسلم بن كميت بالذويب العامري الآن هو مسيطر خاطفا للمركز الاول، خاطف اللي ناموس هذا الشوط، لكن هناك ما بيخليك الفيلسوف، ما بيخليك الفيلسوف مايد بن احمد بن مايد الخيالي على المركز الثاني، على المركز الثاني تقدم الى المركز الاول. يا سلام يا سلام، صاحب انجازات في الموسم الماضي، في الموسم وصيفه الرمز في الموسم الماضي. مشاهدينا الاعزاء، الله في سن الحقايق، في عاصمه الميادين، في عاصمة الميادين ومن الانتاج الشخصي. يا سلام يا عناد، يا سلام يا عناد، ركب راس العناد، راح مع العناد مايد بن احمد بن مايد الخيالي. الله يا الفيلسوف، يا الفيلسوف يتقدم. سلام للرماح، سلام، سلام يا رماح، سلام، هنا مايد بن احمد بن مايد الخيالي، سلام يا الفيلسوف على هذا الاداء الجميل وهذا الانتاج الطيب. هنا مشاهدين الاعزاء، وصيف أمس في الموسم الماضي يأتي بهذا الموسم ليقدم جديدة، مايد بن أحمد بن مايد الخيالي المركز الثاني. هنا ملبي مسلم بن كميد بالذويب العامري، المركز الثالث سالمين بن سالم الشامسي، المركز الرابع صالح بن حمد بن شلويح العامري، المركز الخامس محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء نتيجة هذا الشوط للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، وكذلك حتى المركز العاشر هنا في الانطلاقات عودة إلى تواجد الشوط ومنافسات هذا اللقاء. وهنا سبع دقائق 46 ثانية، جزء واحد من الثانية، ثانية وناموس لمايد بن أحمد بن مايد الخيالي. سلام لها الإرماح، سلام على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني من خلال الانطلاقات والتواصل يأتي في هذا التحدي ملبي بسبع دقائق 47 ثانية وسبع أجزاء من الثانية، ثانية وناموس على الفوز والانتصار مسلم بن كميد بالذويب العامري. أما المركز الثالث مشاهدين الأعزاء فكان شاهين لسالمين بن سالم بسالمين الشامسي، حيث حل ضيفا على ثالث المراكز بهذه الانطلاقات وهذا التحدي بسبع دقائق 52 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. ثانية وناموس على هذا الفوز والانتصار المميز والمستحق. أعود مشاهدينا الأعزاء إلى مسار تحدي هذه الأشواط والبداية الأولى.